بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث مع الذات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. للأسف 80% من الرسائل اللي نوجهها لأنفسنا تكون سلبية. تعرفوا اللي الإنسان يتحدث مع نفسه كثيرا، وفي الحقيقة مصادر هذه الرسائل هي الوالدين عبر ما تعلمناه وعشنا معاهم مدة طويلة، الأصدقاء، المدرسة، الإعلام وغيره، وأنت نفسك، حيث أنك توجه روحك رسائل سلبية تبقى بعد تعاني فيها. مستويات هذه الرسائل: ثم الإرهابي الداخلي، وهي هذيك الرسائل اللي بداخلك السلبية: أنا كسول، أنا خجول، أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، وهذيك تحد من نشاطك وتخليك ما تعمل حتى شيء. ثم أستطيع ولكن هذه زادة خطيرة جدا، يعني تبرمج وتخطط ولكن وتتوقف، ما نجمش وتولي تبحث على روحك على أعذار، وفي الأخير ما تعمل حتى شيء. ولكن ثم الرسائل الإيجابية، وهي اللوجو فيها واللي نحاولوا نبنوها: أنا أستطيع، أنا قادر، أنا النجم نبطل الدخان، لذلك يلزمني نوفر الأسباب ونبحث باش نعاون روحي باش نحقق الهدف متاعي، قادر باش ناخذ بكالوريا، قادر باش نعمل ماستير، وهكذا تولي الرسائل هذيك تأثر فيك إيجابيا وتدفعك نحو تحقيق الهدف متاعك. من السلبيات اللي يلزمنا نتفادوها: اللوم، تلوم الآخر، تلوم الظروف، تلوم المحيط، وبذلك توفر لنفسك أسبابا تجعلك تتوقف تماما عن تحقيق ما تصبو إليه. المقارنة، حيث أن الإنسان ديما يلوج على الحاجات اللي ما عندوش واللي هي موجودة عند غيره، بالتالي ديما غيره خير منه. لا تقارن، لأنك ستجد نفسك أنت الخاسر. العيش مع الماضي، التجارب السابقة خاصة المؤلمة اللي تضرنا برشا، الماضي يلزمنا ننسوه وما ناخذ منه كان العبرة لنخطط للمستقبل. النقد، نقد الآخر، نهار كل وانت تلوج على إيجابيات أو سلبيات الآخر، لا يا خوي الباهي، خاصة إذا كنت تتعامل معه يوميا، حاول تبحث له على الإيجابيات نتاعو، لأن العلاقة الطيبة بينك وبين الآخر تعاونك في العمل وتعاونك على تحقيق أهدافك. ظاهرة الأناء، إذا أردت أن يهجرك الناس فتحدث عن نفسك، يزي من الحديث عن النفس، يزي من أنا الكل وأنا نعرف كل شيء. أما الطرق اللي يلزمني نعتمدها وتكون متوفرة فيها موجودة باش ننجح، هي الابتسامة صديقي العزيز. الابتسامة أولا تخليك ديما جون ديما صغير، ثانيا تجلب لك حب الآخر. ابتسم، خاطب الناس بأسمائهم، حاول تذكر الأسامي وخاطبهم بأسمائهم، لخاطر كل واحد يعتز بروحه ويحب يسمع اسمه من الآخر. أنصت باهتمام، استمع ولا تقاطع، ستستفيد. الفشل أول خطوة في النجاح، استعرف بالأخطاء نتاعك واستفد منها. سامح وأطلق سراح الماضي، سامح وأطلق سراح الماضي. استيقظ صباحا وأنت سعيد، كن البادئ بالتحية والسلام. ابدأ بالمجاملة وقدر الجميع حق قدرهم، فاجأ الآخرين ولو بوردة، كن سببا في ابتسامة الآخرين وسعادتهم. سامح نفسك وتصالح مع الماضي، الحياة هدية من الله، لذلك قررت أن أكون سعيدا، فكونوا سعداء. يظن البعض أن السعادة نتيجة للنجاح، ولكن العكس هو الصحيح.